نتمشى بنفسنا. اسمع طلع لما بالمسلول تبع المسلول شايف كيف؟ هذا صاحبي كيف ضوى الشارع هنا؟ بقول لك إضاءة مقبرة طاس إن شاء الله تم بحمد الله انتهاء من إضاءة مقبرة طاس. نورت أبو زكي، نورت وجودك يا ورد. الله بوجودك يا أبو زكي. لا بس إيه فهمتهم إن شاء الله. بدنا السفوق كمان، نجيب سفوق سبراي سفوق. شوف شوف يابا شوف، والله في واحد بيشتغل شغال كركب الدنيا. ايه كركب الدنيا بعد هلا الشارع كله مقبره. هذا ما بالك في الشقه الثانيه كمان. هذا لسه مش مضويين الاضواء والجهه الثانيه. الجهه الثانيه مش مضويين اضواء. اسمع انت اطفي هلا بتلاقي اصبعك بتشوفوش. اه هلا شاشتك بمسك طلع غلط. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انت على السريع بتلاقيه خش على اكثر. انا مش فاهم ايش تقول. هو اول شهرهم بلش يهرب. اول شهرهم ما شاء الله ما شاء الله. هذا إضاءة مقبرة طاس يا جماعة. اسمع طلع شاشتك ايه ترى كيف كله مضوي. صار على الوقت ايه طلع كيف كله طلع. جربات لما بكونوا قرب على بعض بيمسكوا شيء كبير. ولا شايف كيف طلع دول. هاي هذا العمود شايفه. هذا طلع كيف سوينا. هذا بنعمل له عمود هنا بتعرف عشان يكون تصفر كمان عمود. هلا الواحد بيمشي بالمقبرة بالليل مثلا بتلاقيه جنازة اشي بالليل بتلاقيه بيمشي من غير خوف وهو مطمئن. طلع شيتك هذا كيف كله. هلا الهوية طلع طلع هوية هدول اللي هيك ضل جبل من الأول. هذا مبرم. اسمع لسه كمان بيحموا كمان لسه كمان وكمان ايه؟ سعيد. لسه بيحموا كمان. ايش هو؟ ولا بيحموا؟ كل ما بيطلع أكثر. كل ما بيجوا أكثر. هاي الواوي طلع وصور صور الواوي صور الواوي. شايف الواوي تحت؟ طلع شايف طلع تحت كيف مضوى بالصعيد. هذا الضوء اللي عملناه لهيك طلع الضوء غاد سيبوه ولا حدا كشه. تعال ننزل لتحت ونشوف طلع كيف الشارع هذا كيف ضوى. كله ضوى كله. طيب كل واحد مفسك لحاله؟ لا بس هذا اللي عم تقول.
قول لي لو نزلتوا كله زي هدول كان اصبط شيء. انا كمان اللي زين والله كان جبته واحد انا كان زي ما كنت كان خسرت لي كثير اشياء. بس ما طلع لوين قعدت الضوله وين كله الشطح كله اللي عندي الاخر ضوي تقريبا. ولا مره كانت مقبره طاسه مضويه اصلا. التاريخ الاسلامي كله كان يا ورد القمر كان ضويها. مقبرة طاسة. ما شاء الله عليك. لسه بيحموا بتهيألي لسه بيحموا كمان بس هاي. هلا عادة في الضوء والله قريبا. هذا لسه مش مضوي الشقة الثانية كمان عيسى. مش حل ما نضوي الشقة الثانية. لا إذا بس نرفع الكفتورين. البحر. نرفع الكفتورين. لقاء. ايه روح اعمل فيديو في البحر اعمل ايه قديش عندك في اللايف ايه قديش في اللايف بدنا اياهم يكتروا يكرمه. الله علي مستقبلا نحضر كل الشراء هذه وبنضوي كمان الشقه الثانيه ان شاء الله ان شاء الله. اسمع عم ايش السفوق هذا بتحطه بتجيبهم بتجيبه بالاثنين ايه هيا بها امتى بروح بها اليوم بكرة. اليوم لا اليوم المفروض اروح بكره بعد ان شاء الله بنزرع كمان العمودين اللي باقيين بنضوي كل الشقه الغربيه ساعتها بكون عندنا زي ما بيقولوها كل الشقه هذه الموجوده لازم في ابو الشقه الثانيه هلا هذا يا احباب في ناس هنا متريحة هنا المستقبل وفي ناس هنا بتتعذب لما تكون كل ما يحمل الناس المتريحة انت كل ما بيحموا اكتر كل ما بنوروا اكتر مين هذا؟ يجي يتمتع اخونا صغير لازم يجي يتمتع كمان شوف الانجاز اللي سويناه هذا بصله تليفون هذا هسه انا ندوي هناك هلا انا ندوي الجهه هذيك
لك انا في كان سزر عنوه بتعرف؟ احلى زهير حبيب قلبي ايش اخبارك؟ هناك فيش تتمتع ماشي. قلت له بكره بيجي ان شاء الله باخده. اخي عبد لاول مره تم اضاءه مقبره طاسه، يعني هلا المقبره جاهزه مع ادواو ومع خط كهرباء. لأول مرة بتاريخ يافا بتندوي مقبرة طاسو. وسعيد في كفطور جوا كمان بقلب المصلى. ايه؟ في الكفطور، ادوا الكفطور اللي جوا. اللي برا، العمود اللي برا. في واحد جوا كفطور جوا لعند الكاميرات. الله ينور عليك ابو السعيد. ينور عليك المقبره كلها دوت شباب. السلام عليكم. ندوي اللي هنا ولا بكفيهم؟ ادوي ادوي الشباب. ادوي جاي زهير؟ اه والله نشكر اخواننا الحركة الاسلامية على المجهود اللي عملوه اليوم ما شاء الله، يعني فعلا انجزوا، يعني ما شاء الله حارة المقبرة حارت اليوم، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيهم جميعا. ايش معك هون؟ في معك مفتاح؟ ايش معي مفتاح؟ مفتاح الاوتومبيل. بلا مدوا هذول. انت هذه بس ايدك اللي لو مضوا جوا راحت له البطارية.
احط ايدي جوا. دايما بتلاقي كدور اهو لسه بس ايدك نضيفه. لحظة لحظة أيوة إيه إيش يفقع غاد لا طب نعود إليكم.